مرحبا، معكم علاء أسعد، أنا أخصائية التغذية Owner Quality of Life Nutrition Center Primrose Health Food Shop. موضوعنا اليوم كيف ممكن نحرق الفات حوالي البطن، How to burn the belly fat. كتير في ناس سواء شباب أو بنات كتير بيعانوا من الفات بأجسامهم genetically، يعني جيناتهم بتخلي الفات بأجسامهم يتخزن بمنطقة البطن. فكيف ممكن إحنا نخسر الفات بموضوع البطن؟ طبعا هو مش إشي سحر وشي بده نستمر عليه، وبدنا إشي نمارسه ونتبع حدة خطوات 80% ل 90% من الوقت تبعنا عشان نخسر الفات وما يرجع يزيد من أول جديد. فراح أناقش معاكم 11 نقطة، إذا كنا تبعتوها أكثر كل ما طبعا خسرتوا الفات بمنطقة البطن أكثر. أول واحدة eat fat burning food، يعني بدنا ناكل الأغذية اللي هي ممكن تحرق لنا الفات بأجسامنا خصوصا منطقة البطن. إيش اللي كتير بدي أنوه وأركز عليه؟ ما في أكل معين ولا رياضة معينة بتهجم على منطقة معينة بأجسامنا وبتحرق الفات اللي فيها، هي عبارة عن كومبينيشن، يعني مجموعة أشياء متكاملة إحنا بنسويها بحياتنا اليومية باستمرارية على فترة أطول، هي اللي بتساعدنا إنه إحنا نخسر الفات بمناطق معينة من أجسامنا، وليس أكل محدد وليس رياضة محددة. فالأشياء اللي إحنا رح أحكي عنها اليوم هي eat fat burning food، اللي هي كومبينيشن لازم يكون ألياف زائد بروتين زائد healthy fat، يعني أشياء فيها ألياف عالية مثل chia seeds، مثل البيريز، مثل الفراولة. الشيء الثاني البروتين، بروتين مثل السالمون، السمك، اللحمة، عشان بتشبعنا وبترفع من معدل الحرق. الشيء الثالث اللي هو healthy fat، طبعا نثبت انه healthy fat بتساعد انه نخسر واحنا نحرق الفات المخزن بأجسامنا. healthy fat مثل الكوكونات اويل، مثل الافوكادو، مثل السيدز، مثل النوتس، دول كلياتهم بتساعدنا انه احنا نحرق الفات بمنطقة البطن. من الاشياء اللي بتساعدنا كمان اللي هي fat burning food، الاغذية اللي ممكن تساعد حرق الفات، اللي هم مثل الكركم، مثل الفلفل الاسود، مثل الزنجبيل، ممكن القرفة، دول كلياتهم بيرفعوا من معدل الحرق وبساعد انه احنا نخسر الفات بكفاءة اعلى. النقطة الثانية نمتنع نهائيا عن السكر، السكر، الكيك، الخبز الابيض، العجين، العصير، لو كان عصير طبيعي يفضل انه احنا نمتنع عنه، واذا ناكل فواكه ناكل فواكه زي ما هي ما ناكلها، ناكل فواكه زي ما هي مع الالياف تبعتها ما ناكلها، ما نشربها كعصير، ولو كان العصير بكتاب بيحكوا لنا انه عصير طبيعي، هذا مش طبيعي ابدا، بالعكس هو عالي جدا من السكر. النقطة الثالثة اللي بتساعدنا انه نحرق الفات بمنطقة البطن هي الصيام المتقطع، بتقدروا ترجعوا للفيديو اللي حكيت عنه سابقا عن الصيام المتقطع عشان تعرفوا كيف الآلية تبعته، لانه اثبت علميا انه الصيام المتقطع كثير بيساعد بكفاءة حرق اجسامنا للفات، وممكن تساعد الاجسام اللي عندها فات منطقة معينة انه يخسرها بكفاءة اعلى. النقطة الرابعة اللي هو mindfulness eating، يعني احنا نكون واعيين وفاهمين بالضبط ايش الاكل اللي احنا بنسويه، يعني stop mindless eating، يعني بناكل واحنا مش منتبهين، بس اجي اسالهم ايش اكلتوا ما بكونوا متذكرين، او باكلوا بس عشان التفشيش، او اكلوا كميات كثير من الاكل من غير ما يكونوا حاضرين بالوجبه اللي هم عم باكلوها. فكل ما كنا احنا واعيين وحاضرين بالوجبه اللي بناكلها، كل ما كان نوع الاكل وكميه الاكل اللي اكلناها محسوبه لنا بمفيد اجسامنا بطريقه احسن. النقطة الخامسة وحكيت عنها قبل هاي المرة هو HIIT exercise اللي هو High Intensity Interval Training، اللي هي تمارين رياضية اللي فيها شدة عالية ومتقطعة، زي اللي بتمرنوا لسبرنتس ما بتمرنوا للماراثونز. النقطة السادسة اللي هو Reduce Stress، الستريس او التوتر اللي كتير عالي بيرفع من هرمون الكورتيزول بأجسامنا، والكورتيزول is a fat storage hormone، وهو عبارة عن هرمون بيزيد من تخزين الفات بأجسامنا، والأجسام اللي هي بتركز تخزين الفات منطقة البطن بيزيد من تخزين الفات وبتقلل من خسارتها. فكل ما تعاملنا مع التوتر بكفاءة اعلى، كل ما ساعدنا أجسامنا انه تخسر الفات بهذه المنطقة. النقطة السابعة اللي هي get more sleep، بضل احكي عنها بكل فيديو، انه النوم كتير كتير مهم. أثبتت الدراسات كل ما إحنا نمنا قبل الساعة 12 بالليل وإحنا نمنا من 6 إلى 8 ساعات خلال الليل، كل ما زادت كفاءة أجسامنا إنه يحرق الفات ومعدل الحرق بزيد ونخسر الفات بكفاءة كتير أعلى. النقطة الثامنة اللي هو try metabolic boosters، يعني بدنا نستعمل الأشياء اللي هي ممكن تزيد من معدل الحرق تبعنا. في فيديو برضو سويته اللي هو إيش الأشياء اللي إحنا ممكن تزيد من معدل الحرق تبعنا، بس بحكي لكم إياها هلأ كمان بمختصر، اللي هو bone broth، اللي هو الشوربة أو المرأة تبعت العظام، كتير فيها كولاجين وكتير فيها أمينو أسيدز، بتزيد من الحرق تبعنا وبتساعدنا إنه نخسر الفات أكتر. نزيد القرفة والزنجبيل والكركم والفلفل الأسود للأكل تبعنا، أو نقدر نعمله مشروب يوميا، نشربه كاسة صبح كاسة بالليل، بتساعد إنه نزيد معدل الحرق تبعنا. النقطة التاسعة إنه ممكن كتير نجرب الكيتو دايت، بتقدروا ترجعوا للفيديو تبعي عن الكيتو دايت عشان نشرح فيه بالتفصيل. أنا حكيت إنه الكيتو دايت بزبط لبعض الأشخاص ما بزبط لأشخاص خاص تانيين، يعني 50-50، بس كتير في ناس اللي بزبط معهم كيتو دايت بتزيد من كفاءة
خسران جسمهم للفات خصوصا منطقه البطن. فمش غلط الواحد من اسبوعين لثلاث اسابيع يجرب الكيتو دايت ويشوف اذا هو فعلا بزبط معه ولا لا، لانه كميه الفات اللي احنا ممكن ناكلها بالكيتو دايت فيها كاربز كتير قليل وفيها سكر كتير قليل، ممكن تساعد كتير من الاشخاص انهم يخسروا الفات بكفاءه او بنسبه كتير اعلى من اي نوع برنامج تاني. النقطه العاشره اللي هو legs و core exercise. من التمارين اللي لازم احنا نسويها نعمل weight training، لازم نحمل حديد، وخصوصا ان احنا نقوي العضلات الكبيره الموجوده بالظهر والموجوده بالبطن بالكور والموجوده باجرينا. كل ما قوينا عضلاتنا الكبيره كل ما ارتفع معدل الحرق تبعنا، لانه كل ما زادت نسبه العضل تبعتنا كل ما معدل الحرق تبعنا برضه زاد. النقطه الاخيره اللي هي نتمرن على معده فاضيه. كثير في دراسات اثبتت انه الناس بتمرنوا على معده فاضيه لساتهم ما مش ماكلين ولا اي شيء، اول ما يصحوا من النوم بيعملوا التمارين تبعتهم اللي حكينا عنها، وذر كانت كومبينيشن بين كارديو ويت تريننج، يعني في شيء فيه تمارين عاليه الشده ومتقطعه بنفس الوقت فيها ويت تريننج محمل فيها حديد، وكانت على معده فاضيه ترفع من كفاءه الحرق تبعهم كثير. فجربوا تتمرنوا على معدة فاضية، إنه بالآخر كل إشي تعويد. فإذا تعودتوا إنه تتمرنوا على معدة فاضية وإنتوا خلال النهار برضو استهلكتوا سعرات حرارية بما يناسب جسمكم، يعني ما نتمرن على معدة فاضية بس خلال النهار نأكل سعرات حرارية أكتر، بس نطبق العشر نقاط اللي حكيناها سابقاً مع إن حاولوا تتمرنوا على معدة فاضية كتير بيساعدكم إنكم ترفعوا من معدل الحرق تبعكم، بيساعدكم كمان عشان تخسروا الفات بمنطقة البطن اللي ممكن كتير أشخاص بيعانوا منها. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، إذا عجبكم بليز اعملوا سبسكرايب اليوتيوب تشانل تاعتي وتابعوني بالفيديو الجاي.